صحى زوجته من النوم وأكلها. قصتنا اليوم حصلت في عام 1433 هجري في مدينة جازان. رحاب بنت متزوجة من واحد اسمه عبد الله وساكنة مع أهله في نفس البيت. كانت تشتغل معلمة لغة إنجليزية في مدرسة ثانوية، وكانت طبعا معروفة بأخلاقها العالية والكل يشهد لها. عبد الله كان راعي سفريات وما عنده أي حس بالمسؤولية، كان يعنفها ويضربها، وتروح المدرسة دايم وجهها مليان كدمات، مرة عينها مورمة، مرة خشمها مكسور، وغيرها وغيرها. إدارة المدرسة كانت تدري عن وضعها، والمعلمات كانوا دايم يوقفون معها ويواسونها. مرت الأيام وجاء واحد من أصحاب عبد الله وأهداه كتاب ممنوع عن السحر، وقال له اقرأه وراح تحس وتجيك قوة ما تتوقعها. عبد الله طبعا صدق كلامه وصار يقرأه كل يوم. الكتاب كان يطلب من اللي يقرأه إنه ما يصلي ولا يصوم. عبد الله كان ينفذ كل شيء يقرأه. بعد كذا صفحة في الكتاب بدت تجي عبد الله هلوسة غير طبيعية، ويتخيل أشياء وأصوات ما هي موجودة على أرض الواقع، وهنا زاد تعنيفه لزوجته رحاب أكثر من أول. يوم وصل لنهاية الكتاب الساعة 2 الفجر بالضبط، دخل على زوجته الغرفة وهي نايمة، حط يده على فمها ومسك فكها العلوي والسفلي وحاول يفتح فمها. صحت رحاب مصدومة، ما هي مستوعبة اللي صاير، هذا وش قاعد يسوي؟ كسر عبد الله فك رحاب، أغمى عليها مرتين من قوة الألم، وعضها في رقبتها لين قطع اللحم، وبدأ يقطع جسمها بأسنانها، مر بطنها ومر صدرها لين وصل لقلبها وقطعه وأكله. طلع من غرفته ونزل عند أهله، ويوم شافوه تفاجأوا، وجهه غريب كأنه وحش، وجسمه أو ملابسه كلها مليانة دم. سألوه وش صاير، وبكل برود قال لهم قتلت زوجتي. بلغوا أهل الشرطة وفعلا مسكوه، وكان معه الكتاب، ومع التحقيق اعترف عبد الله بجريمته، وقال لهم انه كان يقرا كتاب ويسمع اشياء واصوات واوامر يطلبون منه انه يقتل زوجته. تم الحكم على عبد الله بن يحيى بالاعدام يوم الاثنين في تاريخ 16/6/1433. والله يرحم رحاب.